السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله غادي نحاول نديرو تصحيح ديال الامتحان الوطني الموحد للدورة العادية لسنة 2008. سنقتصر في هذا الشريط على التمرين الثاني. إذن التمرين هو كالتالي: من بين الأمراض الاستقلابية الوراثية يوجد مرض ناتج عن نقص في نشاط الأنزيم كليكوز 6 فوسفات مزيل الهيدروجين جي 6 بي دي. يلعب هذا الأنزيم دورا أساسيا في استقلاب الجلوكوز 6 فوسفات داخل الخلايا وخاصة الكريات الحمراء. ينتج عن هذا النقص الإصابة بفقر الدم. لفهم أصل هذا المرض وطريقة انتقاله نقترح دراسة المعطيات الآتية، وهذا اللي كيهمنا. توجد عدة أنواع من أنزيمات جي 6 بي دي يختلف نشاطها حسب الحليل المسؤول عن تركيبها. تبين الوثيقة 1 جزءا من متتالية نيكليوتيدات الخيوط الغير المستنسخ. إذا خاصنا نبقاو عاقلين على هذا المعطى، خيوط غير مستنسخ لحليلين من حليلات مورثة جي 6 بي دي. وتمثل الوثيقة 2 نشاط الأنزيمين المرموز إليهما بهذين الحليلين. كان عندنا الأنزيم الأول أو الحليل الأول جي 6 بي دي بي، إذن هذه متتالية النيكليوتيدات ديالو ديال الخيوط الغير مستنسخ. كذلك جي اس بي دي ام ديال الحليل الثاني ديال الخيوط كذلك الغير مستنسخ. إذن في الوثيقة 2 إذن هذه الحليلات كنشوفوا النشاط ديالهم، بحيث الحليل جي اس بي دي بي النشاط ديالو هو 100% يعني نشيط جدا. بالنسبة جي اس بي دي ام فهو 3 يعني نشاطه ضعيف جدا. السؤال الأول: باستعمال جدول الرمز الوراثي اللي هو لهذه الوثيقة 3، حدد جزء المتسيد أحماض الأمينيا للأنزيمين وقارن، يعني خاصنا نديرو واحد المقارن وقارن بينهما. المتسيد الأحماض الأمينيا كيف غادي نحدوها؟ عندنا المتتالية ديال النيكليوتيدات ديال الجزء الغير مستنسخ غادي ناخدوهم، إذا ديال جي 6 بي دي بي و جي 6 بي دي ام. اذا من هاد المتتالية ديال النيكليوتيدات ديال الخيوط الغير مستنسخ غادي نجبدو متتالية النيكليوتيدات ديال الخيوط المستنسخ. نبداو بالحليل الاول، اذا هذه متتالية ديال اللولب المستنسخ، منها غادي نجبدو ال ار ان ميساجر. اذا وباستعانة بوثيقة 3 يعني جدول الرمز الوراثي غادي نحدو المتتالية ديال الاحماض الامينية. فاش كنحدو متتالية الاحماض الامينية؟ عندنا الوحدة الرمزية الاولى سي ا سي، غادي نقلبو على السي هي الاولى في هاد الخانة، اذا ها هي السي. ثم ا نقلبو على ا في كاينه في هاد الخانات هنايا، كاينه ها هي ا، والتقاطع ديال ا والسي هو هاد المربع. هنا غادي نقلبو على السي الثالثة، كاين عندنا السي ا سي، كاين السي ا وهذه هي السي. اذا الحمض الاميني هو الهيستيدين. كذلك الوحدة الرمزية الثانية ا او سي، اذا ا نقلبو عليها ا U، نقلبوا على U كاينه هنايا، ها هي التقاطع ديالهم في هذا المربع هو AU، بقات لنا السي ها هي AUC، إذا هو الإيزولوسين. ثم الوحدة الرمزية الثالثة UCC، إذا U ثم C، إذا UCC هي السيرين. وبالتالي متتالية الأحماض الأمينية غتكون على الشكل التالي: هيستيدين، ليزولوسين، ثم سيرين، سيرين واللوسين. بالنسبة للحليل الثاني نفس الشيء، نحدد اللولب المستنسخ القابل للنسخ، ثم نحدد منه الـ ARN ميساجير، وثم نحدد متتالية الأحماض الأمينية اللي غادي تكون الهيستيدين، إيزولوسين، فينين ألانين، والسيرين واللوسين. المقارنة، ما ننساوش الفقرة الثانية من السؤال وهي المقارنة. إذا نقارنوا متتالية الأحماض الأمينية الناتجة على الحليلين. بالنسبة للحليل العادي كاين فيه السيرين، لاحظوا الحمض الأميني الثالث هو السيرين، ولكن الحمض الأميني الثاني اللي مسؤول عليه الحليل الآخر كاين عندنا الفينين ألانين. إلا جينا نشوفو في متتالية النيكليوتيدات غنلقاو الوحدة الرمزية 188 كاين فيها سي بالنسبة لجي 6 بي دي بي، كاين فيها السي، ولكن الوحدة الرمزية اللي كاينه 188 بالنسبه للحليل جي 6 بي دي ام كاين فيها تي، اذا تم تغيير
سي بي تي. هذا بالنسبة للخيوط الغير مستنسخ. يمكن لنا نعتمد على الخيوط المستنسخ بحيث نقول بأن جي تم استبدالها ب أ. إذن هذا التغير أدى إلى ماذا؟ إلى تغير الحمض الأميني المعبر عنه بحيث كان سيرين وأصبح الفينيل ألانين. إذن كان السيرين وأصبح الفينيل ألانين وسببه تغير جي ب أ. إذن مقارنة هي كالتالي: الاختلاف ملاحظ بين متتالية الحاليل جي 6 بي دي بي ومتتالية الحاليل جي 6 بي دي ام على مستوى الوحدة الرمزية في 188، حيث تم استبدال نيكليوتيد جي بنيكليوتيد أ، أو لا يمكن أن نقول استبدال سي بالتي. هذا بالنسبة للولب الغير مستنسخ. ناجم عنه تعويض الحمض الأميني السيرين بالحمض الأميني الفينين ألانين على مستوى متتالية الأحماض الأميني. إذن هذه هي الإجابة على السؤال 1. نمر إلى السؤال 2. استنتج سبب اختلاف في نشاط الأنزيمين والمسؤول عن ظهور المرض. السبب هو كالتالي: إذن نلاحظ كأن اختلاف في حدوث اختلاف في الوحدة الرمزية 188، يعني سي استبدلت بتي، أدى هذا إلى تغير حمض أميني سيرين ب الفينيل ألانين. إذا تغير حمض أميني على مستوى مستوى الأحماض الأمينية ديال الأنزيم يؤدي هذا إلى خلل في نشاط الأنزيم. إذا سبب اختلاف في نشاط الأنزيمين هو حدوث طفرة على مستوى متتالية النيكليوتيدات. إجابة كالتالي: أدت الطفرة إلى تغيير في المورثة، ترتب عنه تغيير في متتالية الأحماض الأمينية وبالتالي تغير في نشاط الأنزيم أو إعطاء أنزيم غير نشيط. هذا بالنسبة للإجابة الثانية. نمر إلى الفقرة الثانية من التمرين. تمثل الوثيقة 4 شجرة نسب عائلة بعض أفرادها مصابون بهذا المرض. إذا علما أن الفرد 3، إذا بقوا عاقلين على الفرد 3، لا يحمل الحليل المسؤول عن المرض، بين معلن إجابة كيفية انتقال هذا المرض وإعطي شبكة تزاوج تفسر بها انتقال حليلي هذه المورثة من الأبوين 3 و4، يعني هذ الأبوين، إلى الإبنين 8 و7. استعمل، عندنا أعطينا ترميز أكبر وأصغر للترميز إلى الحليلين. نبدأ بهذا كيفية انتقال هذا المرض. خاصنا نعرف الحليل المسؤول عن المرض هل هو سائد أم متنحي. نلاحظ أن الأبوين 3 و4 سليمين أنجب ابنا مصابا. إذا الحليل المسؤول عن المرض فهو حليل متنحي. إذا الأبوين سليمين أنجب طفلا مصاب، إذا تساوي المرض متنحي. سوف نرى هل هذه المورثة مرتبطة بالجنس أم لا. لنعتبر أن المورثة غير مرتبطة بالجنس، أي محمولة على صبغيات عادية. إذا لكي يكون الشخص 8 مصاب ونعلم أن المرض متنحي يجب أن يكون متشابه الاقتران، مثلا هكذا أصغر أصغر، أي أن الأم أعطته حليل أصغر، وكذلك يجب أن يعطيه الأب حليل مسؤول عن المرض. وحسب المعطيات ذكروا لنا بأن الأب 3 لا يحمل الحليل الممرض، أي نمطه الوراثي هو كالتالي أكبر أكبر. إذن وهذا يخالف ما افترضناه، وبالتالي فالمورثة ليست محمولة على صبغيات عادية، أي أنها محمولة على صبغيات مرتبطة بالجنس. هل هي X أم Y؟ بالنسبة لهل هي محمولة على Y؟ إذن المورثة ليست محمولة على Y، والتفسير كالتالي: لأن الذكر 3 سليم أنجب طفلا مصاب، ولا يمكن هذا إلا بكون المورثة ليست محمولة على إغراق، لأن لو كانت محمولة على إغراق لكان الذكر 3 مصاب لكي يكون الطفل 8 مصاب. إذا المورثة ليست محمولة على صبغي إغراق لأن الذكر 3 سليم أنجب ابنا مصاب. قال إن الاحتمال الأخير هو أن المورثة محمولة على صبغي جنسي إكس. الجواب هو كالتالي: الحليل المسؤول عن المرض متنحي، والتعليل هو إنجاب أبوين سليمين 3 و4 لطفل ذكر مصاب.
ثم في حالة كون إذا التعليل على أن هل الموارثة محمولة على صبغة جنسية أو غير جنسية، في حالة كون الحليل مسؤول عن المرض محمول على صبغي لا جنسي وكونه متنحيا، فهذا يفترض أن يكون الفرد ثنائي التنحي، أي أنه ورث من أبيه ثلاثة حليل ممرض، الشيء الذي يتنافى مع المعطيات التي تؤكد أن هذا الأب لا يحمل الحليل المسؤول عن المرض، وبالتالي فإن الحليل محمول على صبغي جنسي. إذا الحليل محمول على صبغي إكس وليس إيغاك. في حالة كون الحليل المسؤول عن المرض محمولا على إيغاك، فإن هذا الفرد المصاب سيرث هذا الحليل من أبيه، الفرد ثلاثة يعني، الشيء الذي يتعارض مع المعطيات لأن هذا الأب غير حامل المرض. إذا سبقوا قالوا لنا في المعطيات بأن الأب الفرد ثلاثة لا يحمل الحليل المسؤول عن المرض. نمر إلى بقى لنا الفقرة الأخرى وهي شبكة التزاوج. إذا أولا خصنا نتبع الخطوات، نديرو المظهر الخارجي للأبوين ثلاثة وأربعة، إذا المظهر الخارجي سليم بالنسبة للأب ثلاثة والأم أربعة، المظهر كذلك خارجي سليم. بالنسبة للنمط الوراثي، لكي نعرف النمط الوراثي ديال الأب ثلاثة، لأن هو ذكر إذا غيكون عنده إكس إيغاك، قالوا بأنه لا يحمل الحليل الممرض، إذا إكس سيحمل الحليل العادي بطبيعة الحال، يكون عنده إيغاك إكس أ. بالنسبة للأم فهي سليمة، إذا عندها واحد الحليل عادي وأنجبت ابنا مصابا، إذا عندها حليل مسؤول عن المرض. إذا النمط الوراثي للأب ثلاثة هو إكس أ إيغاك لكونه سليم والمورثة مرتبطة بالصبغي الجنسي إكس. النمط الوراثي للأم أربعة هو إكس أ كبيرة إكس أ صغيرة لأن الأم سليمة يعني عندها أ كبيرة ونقلت مرض لابنها ثمانية عندها أ صغيرة. بالنسبة للنمط الوراثي للأمشاج، الذكر ثلاثة سيعطي نوعين من الأمشاج، وهو مشيج إيغاك يحمل الصبغي الجنسي إيغاك، والمشيج الثاني سيحمل الصبغي الجنسي إكس أ كبيرة. بالنسبة للأم كذلك ستعطي نوعين من الأمشاج إكس أ صغيرة وإكس أ كبيرة. بعد ذلك يمكننا وضع شبكة التزاوج، إذا الذكر يعني الأب ثلاثة الأمشاج دياله، هنا كذلك الأم أربعة الأمشاج ديالها، ثم التقاء الأمشاج. إذا غيكون عندنا جوج ديال الإناث عندهم مظهر سليم، أنت متشابهة الاقتران يعني عندنا نفس نوع ديال الحليلات. بالنسبة للأنثى الثانية فهي حاملة للمرض يعني تحمل حليل مسؤول عن المرض. بالنسبة للذكور كاين عندنا ذكر سيكون سليم وذكر سيكون مصاب بالمرض. إذا هذه الإجابة على السؤال ثلاثة. نمر إلى الفقرة الثالثة. نعم، يعد النقص الوراثي في عمل جي سي اس بي دي من بين الأمراض الأنظمية الأكثر انتشارا، إذ يقدر عدد المصابين بحوالي 400 مليون فردا في العالم. نعتبر داخل ساكنة متوازنة تردد الحليل الطافر جي سي اس بي دي، حليل الطافر جي سي اس بي دي هو 1 على 20 يعني كيو، وأن المرض مرتبط بحليل واحد. إذا هنا يعطينا داخل ساكنة متوازنة وعطينا تردد الحليل الطافر. إذا أحسب تردد كل من الإناث والذكور المحتمل إصابتهم بها بالمرض، ماذا تستنتج؟ إذا خصنا نبقى عاقلين على هذه المعطيات اللي هي أساسية. إذا جاء السؤال الرابع، لدينا تردد الحليل أ هو 1 على 20 يعني كيو، الساكنة متوازنة، إذا سنطبق قانون هاردي وينبرغ، كما أن المورثة محمولة على صبغيات جنسية وبالضبط الصبغة الجنسي إكس، إذا تردد الإناث سيكون على الشكل التالي. إذا الحليل المتنحي، إذا لكي تكون أنثى مصابة يجب أن تكون متشابهة الاقتران بالنسبة للحليل المسؤول عن المرض. إذا وبالتالي غيكون النمط الوراثي ديال إف أ صغيرة أ صغيرة إكس أ صغيرة إكس أ صغيرة يساوي كيو أو كاري، تساوي يعني ندير 21 أو كاري هي 1 على 400. بالنسبة لتردد الذكور، إذا بالنسبة للذكور بالنسبة للمورثة محمولة على الصبغيات الجنسية، فتردد الأنماط الوراثية يساوي تردد الحليلات، وهو سهل جدا. بالنسبة للذكور فتردد الحليلات يساوي تردد الأنماط، إذا إف
اف اكس ا صغيرة اكغيك يساوي كي يساوي 21. اذا بالنسبة للشطر الثاني من السؤال وهي المقارنة او لا الاستنتاج، ماذا تستنتج؟ نلاحظ ماذا هنا، كاين 21 ديال الذكور محتمل اصابتهم في حين ان الاناث 1 على 400. اذا كاين واحد الاختلاف شاسع جدا بين احتمال اصابة ديال الذكور واحتمال اصابة الاناث، بحيث ان الذكور اكثر بكثير جدا مقارنة مع احتمال اصابة الاناث. إذا نستنتج أن المرض يصيب بشكل كبير جدا الذكور مقارنة مع الإناث. السؤال الخامس، أحسب تردد الإناث السليمات القادرات على نقل هذا المرض داخل هذه الساكنة. إذا الإناث ناقلات للمرض، إذا ستكون سليمة لكنها ناقل المرض، أي أنها تحمل الحليل الممرض، إذا ستكون مختلفة الاقتران. إذا وباستعمال قانون هاردي وينبرغ، إذا اف اكس ا كبيرة اكس ا صغيرة غيساوي 2 بي كيو. اذا عندنا كيو، اذا بي كيف سنحسبها او كيف سنجدها؟ كنعرفوا بان بي زائد كيو تساوي 1، اذا العملية بسيطة، بي تساوي 1 ناقص كيو، وغادي نعوضها هنايا، اذا تساوي 2 كيو مضروبة في 1 ناقص كيو تساوي 0.095 تقريبا، اللي هي 1 على 10. وهنا ينتهي هذا تصحيح هذا التمرين. نتمنى تعطيونا الآراء ديالكم، نتمنى هذا الشرح ينال الإعجاب ديالكم، والسلام عليكم ورحمة الله.